كنا بنتكلم مع حضراتكم على جزئية الزمالك. الحقيقة ان جمهور الزمالك بالتأكيد بعد فرحته بلقب الكونفدرالية، بعد فرحته بان النادي بيحقق بطولة ونجاح في وسط كل الظروف اللي مر بيها الفترة اللي فاتت، ولكن بالتأكيد جمهور الزمالك دلوقتي مركز تركيز شديد جدا على بطولة الدوري، وشايف ان الزمالك عنده فرصة انه يكون موجود في المنافسة على بطولة ولقب الدوري المصري الممتاز. ولكن الزمالك بيفرط في نقاط، كان اخرهم التعادل امام مودرن فيوتشر 1-1، واللي بالتالي بيضعف من فرص الزمالك للمنافسة على البطولات او على بطولة الدوري تحديدا يعني السنة دي. والحقيقة ان دي في جزئية لازم او على لاعبي الزمالك ان هم ينتبهوا اليها، انه الفوز بالكونفدرالية بالتأكيد نجاح، ولكن لو انت عايز تعمل لنفسك تاريخ، ولو انت عايز تبقى لعيب غير اعتيادي، ما ينفعش تكتفي بنجاح وترتكن اليه وشكرا على كده. مفيش حاجة اسمها كده، المفروض ان تبقى في نجاح تلو الاخر، بطولة ورا بطولة، بتخلص بطولة بتخش في التانية، ما يبقاش سقف طموحاتك محدود، ما تبقاش يعني الطموحات بتاعتك في تحقيق البطولات ضئيلة. لازم تبقى بتجدد دوافعك وتجدد الشغف اللي عندك عشان تطلع من بطولة لبطولة، من مسابقة لمسابقة. دي النقطة اللي مضايقة قطاع كبير جدا من جمهور الزمالك، وهي فكرة انه خلاص الزمالك واللعيبة حققت بطولة، فخلاص بقى كده اتعشت والموسم خلص وانتهى. وبالتأكيد دي مش طموحات ولا امال جمهور الزمالك، لازم اللعيبة تبقى طموحاتها اكبر من كده، ولازم اللعيبة تبقى تطلعاتها اكبر من كده بكتير لو عايزين يسطروا تاريخ كبير لنفسهم مع نادي الزمالك. كمان الاتحاد قدم الفترة اللي فاتت من بعض النتائج اللي ممكن اقول مش زي بداية الموسم، فيها نوع من انواع الاهتزاز، وده طبيعي جدا على فكرة، وده طبيعي اكتر لما تحط الظروف اللي حصلت الفترة اللي فاتت. الفترة اللي فاتت دي في كم انتقادات، مش هقولك انتقادات لان الانتقادات طبيعية، ولكن في كم تطور وتجاوز كان في حق الكابتن طارق العشري، وده بياخد اكيد ومشي ورجع وعين مشي تاني ورجع، يعني قصص وحاجة بتعمل ضيق عند اي بني ادم. يعني مش اي بني ادم في الدنيا يحب انه يتشتم ولا حد ولا يتهان، خاصة ان ما كانش فيه كارثة. يعني اتغلب من الاهلي نتيجة كبيرة كل حاجة، بس واردة في كرة القدم، يعني اعتى الاندية في برشلونة ومانشستر، كل الاندية وروما اتغلبوا بنتائج كبيرة عادي، يعني انت تلعب الاهلي يعني بطل افريقيا، يعني فطبيعي ممكن تتغلب مفيش مشكلة، وبسكور برضو عادي ممكن تتغلب مفيش مشكلة، حدش تقبل الاهانة. فده كله اكيد ليه تأثير على كابتن طارق واللي بالتبعية ليه تأثير على الفريق. ولكن الاتحاد في مركز جيد جدا يا جماعة، الاتحاد المركز الرابع، انت متخيل يعني، انت سوري المركز الخامس بنفس الرصيد بتاع امبي اللي في المركز الرابع، فرق اهداف يعني. ف يعني اتعشم من جمهور الاتحاد الاصيل الكبير المحترم انه يلفظ القلة المندسة اللي دائما وابدا بتعمل عدم استقرار في اسكندرية، وبتعمل عدم استقرار نادي الاتحاد، وبتتسبب في الوضع اللي بيبقى غير مستقر، الوضع السيء اللي بيحصل كتير في الاتحاد، واللي بصراحة مش شايفينه السنة دي ولا على مدار السنين السنتين ثلاثة اللي فاتوا، في وجود الاستاذ محمد بصلحي، وجود كابتن طارق العشري، احنا شايفين وضع مختلف. فياريت يحافظوا على ده، لان فعلا الاتحاد ماشي بشكل جيد جدا، حتى لو زي ما كنت لسه بقولك في بداية كلامي في بعض النتائج المهتزة اليومين ثلاثة اللي فاتوا، الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا، ولكن في الاخر المجمل حتى الان هو ماشي بشكل جيد جدا جدا جدا. يعني نفصل ما بينه وما بين المصري اللي في المركز الثاني 3 نقاط، ماتش واحد يعني، المصري وقع ماتش خلاص الاتحاد عنده فرصه يبقى تاني، يركب تاني، انت متخيل؟ فلا يعني الدنيا ماشيه زي الفل في الاتحاد، ومتوقع ان احنا نشوف النهارده ماتش حلو قوي 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 ما بين الزمالك والاتحاد، وواحد من الماتشات والمواجهات الكلاسيكيه في الدوري على مدار تاريخه.